طيب هنروح بقى للدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اللي افتتح مساء أمس معرض أهلا مدارس. أهلا مدارس 2024، كل سنة وحضراتكم طيبين، كل الأسر المصرية طيبة. المدارس بدأت وبدأوا يجهزوا لدخولها، في مدارس طبعا بدأت ولسه في مدارس هتبدأ، فالأهالي طبعا يعني منتظرين هذا المعرض بكامل الصبر الحقيقة وفارغ الصبر. المعارض دي بتعمل تخفيضات، يمكن التخفيضات بتصل فيها ل 30 واكتر كمان من 30%. خلونا نروح نعرف تفاصيل اكتر عن المعرض، بعدين هنروح لفاصل ونرجع نكمل باقي كلامنا في اليوم، خليكم معانا. المعرض اكيد بيلبي كل احتياجات الاسره المصريه، سواء الاسر المتوسطه او الاقل والاعلى كمان، واحنا دي السنه الخامسه اللي بنشترك فيها في المعرض على التوالي. الاسعار بتبدا من اقل الاسعار، يعني بنبدا من يمكن من 3 جنيه اقل حاجه اللي هي الاستيكه والبرايه والحاجات دي، لغايه طبعا على حسب كل منتج بتوصل لاعلى من كده لغايه 100 جنيه 150 جنيه. الشنط المدرسيه بتبدا من 100 جنيه لغايه عندنا حاجات لغايه 1000 جنيه على حسب كل اسره ودخلها. اختلاف بيبقى في المنتجات بس، لكن هو نفس الاسعار بنفس الخصومات بنفس الجوده، يعني الخصومات تبدا من 10% وفي عرضين من 50 في 75. الميزه هنا ان كل حاجه موجوده، يعني دلوقتي في اللي هو السبلايز بيجي عليها ولي الامر ده، يعني بيجي الحمد لله يلاقي كل حاجه يعني من اول اي تو زد زي ما بيقولوا. دي تعتبر رابع مشاركه ليا في المعرض والحمد لله المشاركه بتبقى حلوه والجمهور كبير وعندنا خصومات كبيره بتبتدي من 25% لغايه 75%. يعني عندنا الاسعار مثلا في شنط الاسعار قبلها كانت ب 1600 تمام وبقت في 400 جنيه، فدي الاسعار بشكل عام تخفيض وصل بتاعها ل 75%.